نون قاف. وهون ايش صفى عندي؟ 7 على 44 ضرب 44. 44 تقسيم 44 1، فصفى عندي برضو على هذا الطرف 7. فاستنتجت انه نون قاف تساوي، بديش ضل عندي على هذا الطرف، بس قيمة 7 تساوي 7 سنتيمتر. كيف استنتجتها؟ من خلال معطيني اياه قيمة محيط الدائرة، وضعت محيط الدائرة بقيمته وباي بقيمتها، ضل عندي المجهول نون قاف. من خلال القيمة المعلومة اللي معطيني اياها محيط الدائرة قدرت اطلع قيمة نصف القطر. بما اني ما صار عندي هلا نصف القطر قيمة معلومة او عرفت قديش قيمتها، بقدر هلا اطلع مساحة الدائرة. مساحة الدائرة تساوي عندي باي نون قاف، باي نون قاف تربيع. بما انه نصف القطر موجود معي، اذا انا بقدر اطلع مساحة دائرتي. مساحة الدائرة تساوي باي نون قاف تربيع. قديش نصف القطر طلع معك؟ طلع معك 7. فانا باجي بعوض كل شيء تحته القيم، باجي بعوضها بالقانون. طبعا بما انه نون قاف تقريبي فبطلع الناتج برضه تقريبي. باي قيمتها هي عبارة عن 22 على 7 ضرب نون قاف تربيع. قديش طلع معك نصف القطر؟ طلع معي نصف القطر 7، فبدي استخدم 7 تربيع. تقريبا 22 على 7 ضرب 7 تربيع هي عبارة عن 49. تيجي انت هلا بتعمل على الاختصارات لانه عندك كسور. 7 تقسيم 7 1، 49 تقسيم 7 فيها 7، بضل عندك 22 ضرب 7. 22 ضرب 7 تساوي، بتضرب 7 في 2 14، 4 باليد 1، 7 ب 2 14 1 15. بما انه الوحده عندك سنتي، اذا رح تطلع معك سنتي، بس المساحه عرفنا انه بما انه في تربيع رح تطلع الوحده بالتربيع. فانا من خلال معلومه واحده معي بالسؤال قدرت اطلع نصف القطر وقدرت اطلع مساحه الدائره.